يعني في نهاية المطاف من تجربة محلية فلسطينية وعالمية وتجارب شعوب أخرى، ما في حدا بتضامن مع الضحية اللي ما بتقوم بدور احتجاج نفسها. الضحية المباشرة، الضحية المباشرة لما بتتحرك هي ما بدها الناس تتعاطف معها، بدها الناس تتضامن معها. تتضامن يعني تحمل الهم معها، مش انت تشفق عليها، وما فيش حالة شفقة. الفكرة هي انه كيف كلنا نقوم بدور اللي نعزز العائلات، هاي العائلات هي تكون المحرك لان هي تملك القضية الأخلاقية. يعني القصة الثمن المباشر لابنها او افراد العائلة اللي عم بدفعوا الثمن، ولانه ابنها عم بدفع ثمن نيابي عن كل المجتمع، عن كل الشعب، جماهير الشعب الفلسطيني في الداخل وليس فقط عن نفسه، لانه هاي المعركة معركتنا جميعا، يعني وليست معركة عائلة او معركة اسير حالة او معتقل. فهي مهمة نأكدها. والجانب الاخر اللي مهم كثير ان يتأكدوا، رح تكون صعوبة في تقصير الاحكام، مش للاحباط طبعا. والله احنا بنقول انا نفس ان شاء الله انه شيء يسمع حدا من الاهالي، زي ما قال احنا بدناش شيء شخصي اصلا. لو الاشي ما طلعش جماهيري وكانت عن جد الاشي ايد وحدي، الاشي كمان مش رح يمشي. يعني بصيرش انا اسي اهتم لابني اللي بعده مش محكوم، بينما محمد ابو روم اللي انحكم يعني خلص، يعني هو راحت عليه، وادم سكافي راحت عليه، ويزن حرب راحت عليه، وادهم وغيراته، وانا اللي لازم يعني اطلع من الموضوع. لا، في هنا اشي اللي لازم يكون قصري. في انا بعرف كمان انه في شكاوي. يا عمي احنا بدنا قائد يواجهنا. انا بقدرش اروح امسك العلم الصراحه. انا فلسطينيه، انا فلسطينيه، واكيد مثلي انا فلسطينيه، يعني ما بقدر امسك العلم واروح انا على بن غوريون امسكه وهاتف وانا لحالي، ومين سياره تمرق، اللي رايح ياكل واللي رايح يشرب. يعني اللي شافك شافك، واللي ما شافكش مع حدا شاف. انا بتخيل انه احنا لازم يكون عندنا ممثل قوي يصل صوتنا لحقوق الانسان. وين حقوق الانسان العالميه؟ وين حقوق الانسان؟ احنا اولادنا كانت قاعده بالبيت واتفقوا بين بعض ان هي يروحوا يعملوا عمليه ارهابيه؟ طبعا لا. احنا اولادنا كانت قاعده بالبيوت، هجموا عليهم يهود وضربوهم، وهن كان عندهم فعل، نتيجه رده فعل، نتيجه فعل هن اخذوه وتلاقوه. هذا المفروض صوتنا يصل لكل العالم. شو الهدف من كل هذا اللي بنعمله؟ ليه احنا عم نتواجه مع بهالمواقف وبهالمواجهات؟ فوصلت بالاخر انه في ناس، يعني او انا بدي احكي بكل صراحه، يعني انه انا اليوم يعني بعرفش انه في ناس. انا بكل ما كنت اسال فعلا كان بقول احنا بندافع عن فلسطين، احنا بالاخر طبعا فلسطينيين، بس انا شفت انه الهدف الحقيقي وهو الاشي اللي عن جد موجود، لان كل هذا عم نعمل عشانه هو عشان كياننا احنا كعرب موجودين هون، اكثر من انه احنا عم ندافع عن دولة فلسطين. لا، احنا عم ندافع عن وجودنا، عن كرامتنا، عن حقوقنا، هاي الشغلات اللي احنا عن جد احنا قاعدين نعاني منها. يعني انا اليوم انا عندي اخوي الوحيد ادم، يعني هو اخوي، يعني شنبي اخو غالي، وامي طبعا، يعني احنا موجودين بالبيت انا اخوي وامي. اخوي حكم 8 سنين، يعني شيء كمان مش هين علينا، كثير صعب علينا. يعني قصدي الشديد طبعا نحكيها يعني مش حبا في انه يعني فوت على الجنون، بس انكتب علينا في هاي البلاد هيك نعيش. وانا بفكر اخرى مره كثير هوين الاحزاب كلها ولجنه المتابعه، مش انكم تروحوا على المتابعه، لما توقفوا في المحكمه وتحكوا كلمه قويه بنجيبوا يجوا لعندكم. اما اذا تخبيتوا وش الاعلام يشوفكم، انا بقول لكم رايحين تنتشروا. اخرى مره اللي انحكم بلاش يعني نطعمي حالنا اوهام، اللي انحكم مش رايح ينزل حكمه هيك في الطريقه البسيطه، بس في ملفات كبيره. في ملفات انه ان شاء الله بيكون في تبادل، ان شاء الله بننزل، وان شاء الله هدول الناس اول ناس احنا بدنا اليوم اذا احنا بنعملها قضيه مركزيه وقضيه لها اهتمامها. انا بقول لكم اكيد لما بتصير في اي تبادل رايحين نحطوا اسماء اولادكم في القصه. اذا انتم اليوم نشرتوا الملف وتخبيتوا، مين اللي بده يطالب في اولادكم؟ ما انتم مش مبينين. عشان هيك اخرى مره المرحله القادمه في صفقات، وراح يصير في صفقات، واللي فكر ما كانش فيها امل من السبعينات والثمانينات، ناس انحكمت من ابدات وطلعت وعاشت برا وكملت حياتها برا وعايشه بيناتنا، موجوده وعم تشتغل عشان الاسرى وعم تشتغل عشان المشروع تبعها. شدوا حالكم، احنا معكم، وحقيقه شكرا على القائمه.